قاعد هي حرام اكلهم اكلهم هذا حتى كيف تاخذوا منه والله اللي بتعرف فين بيفهمن ولا راضي تفلت يا يسوع كيف جعانة حرام عليك والله انت سيب وانا سيب سيب وانا سيب حرام عليك ولك خلص اتركها ولا استسلمت اسمعي ولا استسلمت مسكتها بروحها وضربتها مطر يا يسوع والله هنا حيوانة والله هنا كلبي عم تلخبطها فعلا مسكتها بروحها والله ولك انت ما تفزعي ولك لا عمرها ما حدا خلت تشوف عنها